نرحب بكم أجمل ترحيب في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى. كالعادة قيادة شرطة محافظة نينوى خصصنا يوم في كل أسبوع للقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في مفاصل وزارة الداخلية في محافظة نينوى، وكذلك الأخوة المواطنين الأعزاء للاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي يعانون منها، وكذلك عوائل الشهداء والجرحى لغرض الوقوف على المعضلات التي يعانون منها وإيجاد الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمة بلادنا ومحافظتنا إن شاء الله.